دكتور رونالد داهر موجود معنا اليوم، اختصاصي بجراحه الجهاز الهضمي والغدد. رح نحكي عن الغده الدرقيه. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيك، ممنونين. اليوم مشاكل الغده الدرقيه يعني بتروح من خفيف الى اكثر واكثر، بس امتى بنوصل للجراحه؟ الغده الدرقيه فيها شغلتين، يا اما بنوصل على جراحه من وراء انه هالغده هي بتكون عم تفرز زياده، وبالتالي بيقولوا بتسمم. هي ما بتسمم، هي بتكون عم تفرز الهرمونات تبعولها بكميه زياده عن ما لازم، وبالتالي بتاثر على الجسم كله. فينا بهالحاله نوصل لعمليه. في حاله ثانيه وقت اللي بتكون هي الغده بحد ذاتها فيها اكياس، يعني نوديول. هالنوديول في احتمال فيهم يكون فيهم خلايا متحوله او عم تتحول، وبالتالي لو افرازاتها بيكونوا طبيعيه منكون مضطرين بالقليل نشيل شقفة منها أو كلها، لأنه في عنا شك أنه في مشاكل تحولات بالخلايا اللي بقلب الغدة. هالأيام بيكون في يعني كيس صغيرة وبينعمل لهم خزعة وما بيبين شيء وبنقول أنه it's okay. بس المشكلة أنه بصير بدنا كأنه كل فترة كمان خزعة، كأنه التشخيص ما بيكون بغير طريقة. هي المشكلة الكبير انه هالكيس موجودين بكمية كتير كبيرة عند الاشخاص، يعني فينا نعتبر تقريبا 20-30% من الاشخاص عامة عندهم كيس بالغدة. المسألة هي اي كيس بيشغلوا البال وبدهم شيل، واياهن ما بدهم شيء. مش كل شخص عنده كيس على الغدة لازم نشل غدته، وبالتالي هون أكيد لازم نعمل فحوصات قبل العملية، وتكون هالفحوصات هي تدلنا فعلا أي كيس بحاجة فعلا لعملية. إذا التشخيص بالفحوصات الموجودة هو يعني فحوصات متطورة، بنقدر نعرف فحوصات بالتحديد شو الوضع. أكيد متطورة وموجودة، حتى بالعكس سهلة. سهلة إذا بدك فينا نحكي عنها. هي أكثر شيء، يعني شخص بيجي مع كيس على مستوى بقلب الغدة، أول فحص هو بيكون فحص دم، وكمان بيكون في عنا الإيكوغرافية اللي هي الصورة الصوتية. الصورة الصوتية هي أسلوب كتير سهل وموجود وين ما كان، وما حقه غالي وما فيه أشعة، فينا نعمله قد ما بدنا، مثل الصورة الصوتية تبع المرأة الحامل ذات الشيء. هون في عنا الأشاير يلي بتقلنا أي هالكيس يلي بيشغل البال، وزيادة عن هيك مع الإيكوغرافي فينا ناخد خزعة، وهالخزعة بناخدها بالمنطقة يلي نحن بدنا إياها واللي نحن شايفينها وشاكين فيها بالإيكوغرافي. ما بنعمل خزعة من دون إيكوغرافي. ابتداء من هون بينبعت النتيجة، يعني بتروح هالفحص، بيروح الخزعة بتروح على المختبر، بيعطونا النتيجة تبعولهم. هون مقسم الأمور لست مراحل، يعني لست كاتيجوري، من الصفر للستة. ابتداء من هون فينا نعرف هل إنه هالخزعة بتطمن 100%، هل إنه هالخزعة بتأكد 100% عن مرض خبيث، أو هالخزعة في عليها نقطة استفهام. هيدا إذا تفضل بالإذن. وقت اللي بيكون فيها نقطة استفهام عادة بنرجع بنعيد الفحص. إذا بقي في نقطة استفهام أوقات بنضطر نشيل الغدة أو شقفة نصها بالقليل لنبعث عزرع نهائي. أما إذا كان في يعني هالغدة ما عم تشتغل مزبوط، شو تأثيرها على الجسم لتضطروا تكونوا عم بتشلوها؟ وقت ما بتشتغل مزبوط أو بتبقى عم تشتغل قليل، اوكي، بتاثر على الجسم كله. هي بدون ما نفوت بالتفاصيل والطبيه، خلينا بالجراحه، بتاثر على الجسم انفرزت زياده او انفرزت اقل، بتاثر على كل الجسم. في ناس بيكونوا عم ياخذوا ادويه كل حياتهم، ولا اذا بتاثر اقل في دواء ما بيحل محلها والقصه منتهيه. هي المشكله وقتها بتبقى عم تفرز زياده. في كذا اسلوب نعالج غده عم تفرز زياده، ان كان ادويه ان كان اليود والجراحة، حسب كل شخص وحسب كل مرض. أوقات مسلة جراحة. قبل ما نحكي عن الجراحة بحد ذاتها، لما تستأصل الغدة الجسم بيضل يقدر يمشي بدونها أو كمان في متابعة؟ ذات الشيء الدواء يلي بنعطيه هو ذاته وقت اللي بتبقى الغدة مش عم تفرز. أوكي. هو ذاته بنعطيه وقت الغدة بنكون استأصلناها. على عمر هيدا بيصير يعني؟ هيدا باردون، على عمر يعني أي مدى الحياة؟ إذا استأصلنا كل الغدة طبعا. الجراحة بحد
بحد ذاتها. شو من شو لازم يخاف المريض او قد ايه لازم يسال اسئله، خاصه انه الموقع الغده هو موقع كثير حساس يعني. صحيح، جراحه الغده جراحه منا صعبه، جراحه دقيقه، بمعنى انه اول شيء موجوده بالرقبه، الرقبه فيها كثير اشياء وكل الاشياء الموجوده بالرقبه مهمه، ان كان شرايين، ان كان اعصاب، ان كان مجاري الهواء، ان كان مجاري اوتار صوتيه، اوتار صوتيه، ولا كل شيء مهم بالرقبه، يعني ما في مجال بالرقبه لاي شيء غلط. دونك عمليه الغده عمليه دقيقه، هي الغده بحد ذاتها مسالتها انه في وراها الاعصاب يلي بتعطي يلي بتتحرك الحنجره، في عصبين، عصب لليمين عصب للشمال اللي هو نير لارانجي بيسموه انفيريور، وفي اربع غدد للكالسيوم، اثنين على اليمين اثنين على الشمال، اثنين فوق اثنين تحت. دونك ضروري وقت نحن بنستقصي الغده انه نحافظ على الاوتار، اعصاب الاوتار الصوتيه وغدد الكالسيوم، لانه غدد الكالسيوم اساسيه ليبقى الكالسيوم مزبوط. اذا نحن عم نستقصي الغده تاثرنا على غدد الكالسيوم، بضل الكالسيوم كل الحياه واطي، وهم مشكل كثير كبير. اذا لا سمح الله كان في يعني عم يندق بالاوتار الصوتيه مشكل، مفروض انه طبعا بالجراحات هالشيء مأمن لانه الطبيب بيكون عنده خبرته، بس ليش اوقات بيكون في تروما للاوتار الصوتيه، يعني بيروح الصوت لفتره وبيرجع بعدين؟ صحيح، لو ما دقينا نحن بالاعصاب الاوتار الصوتيه ما بنشوفها، بس لنركز هي الاعصاب تبع الاوتار الصوتيه. دونك العصب تبع الاوتار الصوتيه لو نحن ما دقينا فيه وما عملنا في شيء، اوكي، في احتمال انه يكون يتغير الصوت تقريبا عن 30% من الاشخاص. هذا شيء طبيعي لانه بيصير في ردة فعل على مستوى الرقبه بتاثر على الحنجره، بيتغير الصوت لو نحن مش عاملين شيء غلط. هلا اوقات بالعمليه بيصير في اشكال على الاعصاب تبع الاوتار الصوتيه، او بيكون في مثلا مرض خبيث قريب كثير من العصب بيقدر يأثر، أو بتكون الغدة كتير كبيرة منضطر أوقات نشد شوي زيادة والعصب كتير رفيع، يعني شي ميلي بيتأثر، بس هذا بيكون مرحلة، أو بيكون في حرارة عليه زيادة، أو واللي ما لازم يصير هو أنه يكون نقص بالعملية، ساعتها أكيد ما بيسترد حركته أبدا. رح ناخذ اتصال. ألو، اهلا تفضلي. بدي اسال حكيم، انا عندي الغده بصحه الدم بينت سيس، بلشت دقت من 4 سيس. نعم، بتنصح هيدي الغده اذا ما عم تشتغل بتنصح؟ اذا ما عم تشتغل الغده بتنصح، صحيح. ايه، واسيس بدها شال؟ عم تحكي مدام التي اس اش، بركي بتخيل رقم التي اس اش اللي انت عم تعطيني اياه، ما نعرف مزبوط شو هو. شو هو السيس مدام؟ شو السيس؟ كبر كبر النوديول او التي اس اش؟ ما بعرف، بعرف فحص الدم ولا الحكيمة شافت فحص الدم. فحص الدم، فحص الدم تريبيان، وعطيتني دواء عم باخذ كل يوم 50 ملي جرام قبل الاكل بنص ساعة اول ما بفيق. عظيم، يعني انت غدتك مدام عم تتكسلان، مش عم تفرز قد ما هو لازم، عم بيساعدها طبيبك بهالحبة اللي هي 50 ميكروغرام. اهلا وسهلا فيك، كمان اتصال. الو الو، يا هلا تفضلي. يا هلا، بونجور. بونجور، بونجور دكتور، بونجور دومازيل. اهلا وسهلا. بدي اسالك دكتور، انا بحس عملت ايكو للغده تبينت انه شوي مورمه، هلا وطلع في بالايكو مثل في دي ميكوز مارت، سليل مارت ولا اناث اذا بدنا نسميهم، والفحص الاف تي كات اللي طلع نيجاتيف والتي اس اش نيجاتيف، شو معقول يكونوا؟ بتحس مثل شيء مثل بلغم بالزعيم، يعني كل ما بدي ابلع بحس شيء بلغم بالزعيم معلق. وي الغده، بس لنوضح الغده ما خصها ابدا باللي بيصير بقلب الحنجره، يعني هالشعور اللي انت عم بتحسي فيه ما خصه ابدا بالغده، لان هي منا بقلب قصبه الهواء. هلا على الايكو بيقدر يبين اشياء بنشوفها نحن، ممكن تكون تيرويديت، يعني التهابات
مزمنة على مستوى الغدة فيها تعطي هالصورة. ما عندي تفاصيل أكثر من هيك أعطيكي هلأ، بس لوضح لك أنه ما بيقدر واحد يحس شيء مثل بده يبلع شيء من وراء الغدة، هذا شيء الغدة برانية بالنسبة لأصابة الهواء والحنجرة. نرجع للتشخيص تنشوف إذا بدنا عملية، رح نكون يعني شو الهدف أو شو السبب يلي بده يخلينا نروح للتشخيص أصلاً أو للفحوصات أصلاً؟ أغلبية الأحيان بيكون حدا حس شيء، ذكر بيبقى ما بعرف في عم بيعقد كرافات ورجال، يا اما شيء لبرا يعني، ولا شيء لبرا بيبين. اوقات فيها تكون حتى غده لنفويه هون بتبين، ما خاصه بالغده يعني، هي غده لنفويه خاصه بمرض بالغده، بس برات الغده بحد ذاتها كمان هذا الشيء بيقدر يبين، او عوارض ناتجه عن افرازات الغده اللي هي بتبقى زياده. اغلبيه الاحيان بيكونوا هالمرضى بيتوجهوا صوب اندوكرينولوج يعني حكيم غدد يلي هو بيرجع بيوجهه لعند جراح اذا في حال بدها جراح. منتابع هالموضوع بعد هالوقفه. يا هلا. منتابع مع دكتور رونالد ظاهر موضوعنا عن الغدة الدرقية، عم نستقبل اتصالاتكم على أرقامنا على الـ MTV. يعني الأسئلة من المشاهدين كتير أوقات بيفتحوا لنا يعني مجالات معينة لحتى لي مش بس نكون عم نجاوب عليهم، بس كمان نكون عم ناخد كمان معلومات زيادة. رح ناخد اتصال. ألو. ألو. يا هلا تفضل. ألو بونجور. أنا في عندي ورم طلع لي على حنكي من ورا، عملت له فحص، عملت له دوبلر، طلع معي انه عندي الغدة عم تورم، عندي غدة مثل كيس، عملت له يعني الدوبلر وبين انه ما معي شيء، بس الموضوع انه هيدي الجونجليون عم تطلع لي، عم تخف بتتم وبترجع بتورم وبتعمل لي مثل حموضة بين الحنك وبين الريق، يعني بس حس عم ببلع حموضة بس بنفس الوقت عم تزعجني كثير، بقوم نايم بالليل بتورم تورم تورم، بصير عندي وجع على رقبتي لفوق حتى لا توصل للزعيمه، فهذا الموضوع كثير عم يزعجني، يعني بدي اعرف يا بشيلها يا ما بشيلها، يعني ما عم لاقي ما عم ضايع. عندك اي سؤال دكتور يعني قبل ما بونجور. اول شيء هيدا ممكن ما يكون موضوع مرتبط بالغده، ما في شيء بالغده بيكبر وبيصغر بهالقد بسرعه، يعني بيوم بيكبر وبيصغر، هذا شيء مش موجود. هذا محل سنين كمان يمكن. على الارجح على الارجح مش كل يوم، مش كل يوم بصير معي نفس الشيء، يعني مش كل يوم مش كل يوم مش كل يوم تورم وبدا، بس ممكن في فتره الجمعه مثلا باسبوع ما في، بس بعد باسبوع بصير معي هذا، يعني على فجأة بتصير خطير. ممكن كثير هذا يكون شيء خاصه بالغده تبع الريق، يلي يعني اوقات بيبقى فيها بحصه، بيجي الواحد عم بياكل بتورم بتحجر بترجع بعدين بتنفس هالغده الريق، هذا موضوع بتخيل مثل ما عم تخبرني ما بتخيل انه هو مرتبط بالغده ابدا. يعني احنا عم من الاتصالات عم نشوف انه دغري بيروحوا الناس يشوفوا الغده شو بها، بلاقوا ما بها شيء بيضيعوا. في اكثر من غده بهالمنطقه، في منطقه الرقبه منطقه متشعبه كثير وفيها كثير اشياء فريمون، يعني ان كان الغدد النفويه، ان كان الغده الدرقيه، ان كان غدد الكالسيوم، ان كان الحنجره وما في حواليها، ان كان من اعصاب من شرايين، منطقه الغده باردون الرقبه اساسيه هي توصل الراس بالجسم كله. اذا عم بيقول كمان بالحنك يعني ورم، بقول يكون دراس او سنين اوقات ما بيكون كثير واضح او مبين. ممكن أكيد. كمان اتصال. الو بونجور. اهلا تفضل. هلا فيك نحكي مع الدكتور؟ عم يسمعك تفضل. انا بصراحه عمل صوره ايكو. نعم كمل. بخلال ثوره ب 17 شي سنه طلع عندي شي 6 اكياس حول الايكو، بس الغده بعدها عم تمشي مش واقفه الغده، فطلب مني الحكيم انه اعمل زرع للغده، رحت عملت لها زرع، طلع نتيجتها انه ما في اثار للكانسر، بس ما في نتيجه واضحه لانه في دم، ما في نتيجه واضحه. رحت فرجيت لحكيم جراح، قال لي الحكيم لازم تشيل الغده. حكيم اللي بيعمل لي الايكو قال لي لا مش طالبين منك تشيلها. فهو ما قبل يشيلها الحكيم اللي عمل لي صوره الايكو. بس انا طلب مني انه انه بعد 6 أشهر عيدها. صح. ما قدرت عيدها لانه غلت، بتعرف الايكو غلي وهيدا، ما قدرت عملتها، بعد ناطر لشوف الوضع عندي. أهلا وسهلا. بدي اعرف انه شو مثلا عوارضها، مثلا في عندي عبقه على طول، عندي عبقه وصوت مخنوق
هل هي منها بس ظاهريه مش موجوده نعم. عند الغده. سلامتك، اهلا وسهلا فيك. صحيح، اوقات ما بتكون ظاهره الغده بتبقى مخبيه لان في عضل قدامها وفي دهن قدامها، ممكن ما تكون، بس هذا اللي كنا عم نحكيه نحن باول الحلقه، انه في اوقات وقت اللي بنعمل خزعه ما بيطلع لنا نتيجه نهائيه، بتبقى نتيجه ما بين بين، ممكن تكون يعني في عليها نقطه استفهام وبتنعاد الايكو وبينعاد الخزعه اكيد. كيف تستأصل الغده اليوم؟ بعدنا بحاجه للجرح والقطب على الرقبه. هلا جرحة الغدة الكلاسيكية واللي صار لها كثير زمان واللي بعدنا نحن عم نعملها، يلي هي اكيد هون على مستوى الرقبة، لانه هيدي بتوصلنا دغري على الغدة، يعني هيدا اقرب محل. هلا اكيد مع تطور الطب في عنا طرق جديدة اليوم، وهيدي طلعت اكثر شيء من شرق اسيا، يعني من كوريا، لانه النسوان اللي عندهم جرح برقبتهم ما بيقدروا يتجوزوا، وبالتالي كانوا عم بينبشوا على غير اساليب مش مقبول. صحيح، هيدا موضوع ثقافي وموضوع اجتماعي عندهم، وبالتالي بلشنا نعمل جراحه الغده بطريقه مختلفه، اللي هي بالسيليوسكوبية اللي هي بالمنظار، بعدين رجع نزيد عليها الربو حاليا، انه نفوت من تحت الباط، نفوت من تحت الباط ونطلع طلوع صوب الغده. اكيد هيدا موضوع أصعب لأنه نحن صرنا كتير بعاد عن الغدة، وزيادة عن هيك أوقات بدنا نضطر على ميلة ونرجع نقلب على تاني ميلة، بينما هي جراحة الغدة بالطريقة الكلاسيكية هي أسهل بكتير من هيك بالنص من طول الميلتين. دونك هيدا طريقة من ماشي يعني بالعالم، أكيد بدها بعد ابتكار. في طريقة تانية عم تنعمل من التم تماما ومنفوت من هون كمان، طريقة نوعا ما جديدة بعدنا أكيد عم نحسنها عالميا. شو الأفانتاج يعني من الأفانتاج؟ إنه منع الجرح، نمنع الجرح بس منفوت وقتها، منفوت من قلب التم، من قلب من الداخل التم. من قلب التم من الداخل ننزل تحت ال تحت ال الرقبة. غير هيك العمليات يعني القطب التجميلية يعني هي مش كتير بتبين، يعني مش كتير النهاية بتختفي. صحيح، هيدي هي الفكرة انه مش كتير بتبين. نعم. اغلبية نعم. الاحيان نعملها بطعجة موجودة بالرقبة. دكتور رونالد دهر، اهلا وسهلا فيك، اختصاص جراحة جهاز هضمي وغدد، شكرا للمعلومات. ممنون وجود اوقف. هلا بنرجع نتابع لايف.